يعني نور، وصلنا لفقرة مع بداية هيك فصل الربيع. بتبلش السيدات انه تهتم بزرعاتهم بشرفات المنازل، خصيصا نباتات الزينة، ولكن لهيدي النباتات خصوصية معينة، أحيانا بكون عندها ظروف مناخية معينة بتعيش فيها. لنتعرف أيضا عن هدول التفاصيل وعن النباتات اللي موجودة عندنا، اللي كتير بنشوفها على هيك شرفات السيدات. بصرنا نرحب بالمهندسة الزراعية فيروز إبراهيم لتعطينا هيك تفاصيل عن أيضا طريقة زراعة هاي النباتات. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير جميعا. طبعا فصل الصيف بأجواءه الحارة وبأجواءه بعد الظهر اللطيفة بيحتاج انه دائما نحن نطلع خارج البيت ونقعد بجناينا او نقعد على شرفاتنا، نشوف ونستمتع بالوردات اللي نحن زرعناها هون. نعم. خصوصا لما نكون نحن عم نزرعهم بايدنا بنحبهم اكثر. تماما تماما. نحن متعودين عندنا ثقافه الزراعه وثقافه اللون الاخضر، فهو جزء منا يعني وجزء من نفسيتنا وبيعملنا رياحه نفسيه وتشكل لوني حلو وجميل جدا، خصوصا لما بيكون في تنوع بالالوان وتنوع بالنباتات. خلينا نحكي عن النباتات. هلا في كثير اختلاف قديش مثلا بتعيش هي النباتات واي نباتات هي الاكثر موجوده اليوم، النباتات الصيفيه والربيعيه والنباتات الشتويه. أنا المحبب اليوم بتلاقي عند السيده ويمكن اللي بيعيش لفتره طويله اكثر؟ هلا النباتات قسمين، في نباتات معمره هي يعني بتعيش اكثر من عام، سنه ورا سنه، بتبقى مرافقه لاي ظروف جويه، مثلا بتضل متناسبه مع ظروف الصيف او ظروف الشتويه. وفي عندنا النباتات اللي بتكون هي اساسا نباتات حوليه، يعني بتعيش بموسم واحد سواء الموسم الصيفي او سواء الموسم الشتوي. هي طبعا بتعيش تقريبا من 4 شهور لست شهور وبالكثير لثمان شهور، وهي النباتات نحن اذا حبينا مثلا نجددها او نستفيد منها في الموسم القادم، ننتهي بعد ما بتنتهي موسم الازهار تبعها بناخذ بذوره وبنحتفظ فيهم، ممكن احنا نزرعهم في الموسم القادم لنحافظ عليها لهي النباتات. يعني مو دائما احنا لازم نروح على المشتل ونشتري، فينا نحن انه النباتات بتكون موجوده عندنا نستغل وجودها وموسم ازهارها. طبعا لما تكون الازهار ملقحه بواسطه النحل او بواسطه الرياح او غير شيء، يعني خصوصا اللي بنحكي عليها هي النباتات اللي بتعيش برا البيت، اللي بتكون على الشرفات او بتكون على البرندات، هي ممكن ناخذ منها بذور ونزرعهم في الموسم القادم. فمثل ما قلنا النباتات ممكن تكون معمره وممكن تكون موسميه ترافق الموسم اللي نحن عايشين فيه. نعم، حلو كثير. خلينا نبلش نحن بالنباتات المعمره اللي نحن دائما بنشوفها على البلكون عند العالم، بيقرنا هيك بيتخلى ايضا الشمس، بتتعرض للهواء واحيانا بتتعرض للمطر وما بيصير لها شيء، مثل شو هن؟ مثلا عندنا ورد الفل، هذا من النباتات المعمره، بس نحن اليوم رح نركز اكثر يعني على النباتات الحوليه، النباتات اللي بترافقنا بفتره الصيف. هي النباتات اول شيء لازم نعرف طالما انها نباتات صيفيه فهي بحاجه الى اماكن مضاءة، يعني تاخذ اشعه ضوئيه او تكون متعرضه للضوء فتره طويله بدون ما تتعرض لاشعه الشمس المباشره مشان اذيه الشمس، خصوصا بالاشهر الحاره جدا. بس في نباتات معمره نحن بنحافظ عليها مثل ما قلت لك نبات الفل، في عندنا نباتات ثانيه مثلا ورقيات معينه، نباتات عطريه مثلا مثل نبات العطره، كمان هي من اللي بتناسبنا او اللي بترافقنا مواسم عده. النباتات الصيفية اليوم اللي أنا اخترت لكم إياها مشان نحكي عليها، تمام. هلا في عنا النبات اللي نحن بنحسه أقرب إلى السوريين دائما، هو نبات السجاد. نحن نبات السجاد فيه له أصناف كتير جدا، والناحية الجمالية فيه هو عبارة عن الأوراق، يعني الزهور أقل جمالا من شكل الأوراق. في عنا نباتات السجاد يعني سواء اللي نحن بنعرفها وشائع منظرها، وفي عنا نباتات اصناف جديده ممكن عن طريق شراء البذور من محلات بيع البذور او نشوفها بالمشاتل ونقتنيها ونشوفها. تماما. يعني دائما السيده تماما لازم السيده يكون عندها زريعه صغيره. تمام. اذا درنا بالنا كثير عليه منيح للنبات السجاد ممكن يبقى عندنا شوي بالشتويه، لكن بده ظروف خاصه لانه حساس جدا للصقيع، فبدنا نحطه دائما باماكن دافيه. اما هو الافضل انه نحن نزرعه كل موسم بموسمه عن طريق البذور. هلا اذا حبينا مثلا نبات السجاد انه نحن عندنا نبته وحابين نشتري منها او يكون عندنا كذا نبته منها، بامكاننا نحن نكسره بواسطه العقل، بنقطف عقلي منها، بننزع الاوراق وبننتبه انه نحافظ على البراعم، بنخليها حتى تجزر بكاسه مي، او ممكن مباشره نحن نشكل التربه ونحصل منها على نباتات جديده. هي طريقه بالاكسار اللي هي اسمها طريقه التفصيص. في عندنا نبات ثاني حلو جدا كمان، هو نبات عرف الديك. طبعا عرف الديك في منه نوعين، عرف الديك اللي نحن بنعرفه وهو يعني الوان شوي محدوده ما كثير بنعرف الا اللون البنفسجي منه، بس انا اليوم اخترت لكم نبات عرف الديك الريشي اللي بيتميز بالوان كثيره
وهذا ممكن يعمل عنا لوحة حلوة جدا بالقصص، فبنستفاد من ألوانه من ناحية الجمالية ومنشكل منظر كتير حلو مع النباتات الثانية اللي بتكون مضافة أو بتكون موجودة كمان عندنا. هيك نبتة مثل شكل سمكة هيك كمان مثل فم السمكة. نحن ما جبناها اليوم لأن نبتة معروفة، نحن جبنا النباتات اللي شوي الناس ما كتير بتعرفها أو الجديدة لسه ببلدنا أو ممكن نشوفها. نبات كمان فم السمكة من النباتات الحلوة والمزهرة وفترة إظهاره طويلة، والنباتات الصيفية محب للحرارة وللأشعة الضوئية، ونبات ملون فيه كتير ألوان وشكله مميز والناس كتير بتحب إنها تعمل له تم السمكة هيك. فهو من النباتات المحببة وكمان من النباتات اللي بترافقنا من أيام أمهاتنا، ونحن هلأ ببيوتنا عم نزرعها وخصوصا بجناينا أو بالقصص تبعنا. في عنا نبات كمان كتير حلو هو نبات البيغونيا. أنا جبت نبات البيغونيا عدة صور حتى نشوف قديش في عنا تلون جميل سواء بالأوراق أو سواء بالأزهار. تمام. في عنا نبات البيغونيا اللي ممكن يكون جماله بأوراقه، أوراق ملونة وأوراق سادة ومزخرفة وعدة أشكال. وفي عنا نباتات اللي كمان موجود منها نبات البيغونيا اللي بيعطي أزهار، أزهار جميلة. في عنا اللون البرتقالي اللي بيعطي كتير منظر حلو خصوصا مع اللون الأخضر للأوراق. في عنا نبات لونه أبيض، في منه اللون الأحمر، وفي منه عدة أصناف. البيغونيا بتحوي على أصناف عديدة جدا من النباتات اللي جميلة جدا وموجودة بالبيوت وإكسارها سهل جدا، يعني مجرد أن نحن نزرع بواسطة العقل فبتطلع بسرعة، ما بتشكل أي مشكلة مثلا أنه صعب التزهير أو غير ذلك. في عنا كمان نبات اللي هو نبات مزهر اسمه الجازانيا، هذا نبات كتير كتير حلو وفترة إظهاره طويلة ومتعدد الألوان وزهرته حلوة جدا وبيفرح القلب لما الواحد بيشوفه بألوانه المتعددة. طبعا نحن بإمكاننا نزرع عدة نباتات من الجازانيا جنب بعض، وهي النباتات بتكون متعددة الألوان كل زهرة لون فبتعطي عنا تشكل كتير حلو. وبإمكاننا كمان نزرعها أو نكاسرها عن طريق البذور، ممكن ناخذها من الموسم السابق أو عن طريق العقل اللي ممكن نزرعها ونحطها بقصص جديدة ونحصل على نباتات جديدة. يعني تقريبا هدول النباتات حبيت جيبهم أنا، وحبيت نجيب الصور حتى نتعرف على النباتات الصيفية اللي ممكن ترافقنا خلال فترة الصيف وتعطينا شكل حلو للبرندات تبعنا. كيفية الاعتناء فيهم؟ إذا بنحكي يمكن أحيانا في كتير ممكن تصرفات خاطئة مع الاعتناء بالنبات بنخسر النبتة، وأساسا هي ما بتدوم طويلا. فبعض الأسس الأساسية لحافظ أنا على النبتة الصيفية. هلأ أهم شيء نحن لما بدنا نشتري النبتة مثلا من المشتل لازم ننتبه أنه النبتة اللي نحن عم نشتريها أنه كتير نبات أنه معافى، ما في عليه حشرات، ما في عليها أي أمراض، أوراقه خضراء، ما يكون فيه كتير أوراق صفراء. بناخذ هذا النبات طبعا ونحطه عندنا بقصص أكبر، ولازم نحن نختار قصص حلوة طالما عم نزين بيتنا وعم نجمل حديقتنا وشرفتنا. في هلأ قصص كتير حلوة بالسوق وعم تباع، يعني مختلفة عن القصص القديمة، إلى أشكال وإلى زخرفات وحتى إلى ألوان بتناسب لون أزهار النبتة تماما. فالمفروض أن نحن نقل على قصيص أكبر شوي لأنه رح تعيش بفترة زمنية أطول من وجودها بالمشتل. لازم تكون التربة خفيفة يعني، والأفضل أنه نحط لها سماد عضوي بالإضافة للخلطة الترابية اللي لازم نزرعها فيها. نضيف شوية رمل مع الخلطة الترابية بنسبة ثلث مثلا، ثلث الخلطة ممكن تكون رمل، ممكن تكون تربة، وممكن تكون سماد عضوي بلدي مخمر. وأهم شيء لازم يكون مخمر مشان نحن نتلافى كل المشاكل اللي بيعملها السماد العضوي. بعدين منا لازم هاي النبتة نعتني فيها خصوصا من ناحية الري، يعني طالما الأجواء رح تكون صيفية فلازم تكون عملية الري يعني على الأقل مرتين بالأسبوع، ولازم تكون عملية الري نحن عن طريق نجس النبات، يعني من ناحية أنه نحن ممكن نلمس سطح التربة بعمق 2 سنتي ونشوف إذا حسينا بالرطوبة معناتها النبتة أخذت كفايتها من الماء، وإلا لازم نضيف الماء مباشرة. في شغلات كمان لازم ننتبه عليها كتير منيح لما بيكون عندنا أزهار، خصوصا أحيانا أزهارنا بتكون غالية علينا، لازم دائما نتخلص من الأزهار الزابلة لأنها بتسيء للمنظر. لازم نتخلص من الأوراق الصفراء. لازم ننتبه كتير منيح أنه نباتاتنا ما عليها أي حشرات، ما عليها أي فطور، عليها أي شيء معرضة لضوء بقدر كافي وبصحتها وبجمالها. بس نحكي عن نباتات بنحكي عن روح عايشة معنا. أكيد. النبات بيحس
بكل شيء عم بيصير. تمام. وايضا ما لازم نحرمه من العنايه مثل ما قالت نور، يعني احيانا في طرق خاطئه للعنايه عن جد تاذيه للزرعه اللي هي روحه بتحس قد ايه مهم. انه نحن هلا حضرتك عرفتي المشاهدين عن النباتات الصيفيه، عن النباتات الجديده اللي عندنا، وعن كيفيه العناء فيها. يعني مثلا اذا واجهت السيده او الرجل اللي عنده هالنبته مشاكل معينه، صار في مثل قلتي شغلات فطريه مرضت، كيف فيه مثلا يعالج هذا الموضوع مو يمسكها دغري ويكبها؟ تماما. هلا في شغلات فيها السيده بالبيت انه ممكن تتلافاها، وفي شغلات انه ممكن انه بدها استشاري اجباري. تماما. بدها استشاري زراعي. هلا في احد الممارسات الخاطئه انه نحن بننقل الزريعه كثير، وهي ما بيسوى. المفروض انا الزريعه اللي بحطها بمكان معين يعني لازم انه اتركها فيه فتره طويله حتى تتاقلم على ظروف الاضاءه، على ظروف الهواء مثلا اذا كان فيه او غير ذلك. فتنقيل الزريعه باماكن مختلفه هذا الشيء بيضر بالزريعه وممكن يعرضها للاصفرار. عمليه الري الزايد هي دائما بتعمل عندنا المشاكل الفطريه، وهي من القصص اللي احنا لازم ننتبه لها كستات بيوت، انه نحن النبته نعطيها حاجتها من الماء، وننتبه دائما انه الماء عم بيتصرف من الاصيص. تمي لا في نبات ما بده كل يوم سقي، ولازم كميه معينه. تماماً. لانه هيدا بيضر بالنبته. طبعا نحن بنتعرف على الكميه الصحيحه للماء انه لما بنشوف المي صارت تنزل من اسفل الاناء. وضروري جدا انه الاناء نخليه حتى تخلص المي تماما منه، ما بيصير ان احنا نحط تحت منه صحن لانه هذا الشيء بيضل يجمع المي وممكن انه يرجع يعمل عندنا تعفنات للجذور او غير ذلك. فنحن بنحط الصحن تحت القصيص صح، لكن هذا الصحن لازم نفرغه من المي اللي بتكون موجوده فيه، ما نهمله ونتركه لانه منه ممكن يجيب حشرات وممكن كمان انه يعملنا مشاكل فطريه للنبات او تعفنات للجذور. بحب اكد شغله مهمه هلا بما انه نحن عم نحكي عن نباتات الزينه، مو كل نباتات الزينه كثير امنه، يعني في نوع في انواع من نباتات الزينه ممكن تكون مضره شوي اذا الطفل عندنا بالبيت تناول شوي منها او اكلنا فيها نوع من السموم، خصوصا مثلا نبات الدفن باخيه اللي بيكون موجود بالبيوت كثير، وهي نبته داخليه يعني مرافقتنا ببيتنا من جوا. فننتبه لاطفالنا انه هن ما لازم يقتربوا زياده منها او يتناولوا منها شيء او يكسروها، ممكن الولد يكون عنده فضول تجاه شيء معين. تماما. بحب اقول كمان انه نحن بالاضافه للنباتات اللي نحن زرعناها او بالاضافه للنباتات اللي نحن تعرفنا عليها، في عندنا نباتات عطريه حلوه كان لازم دائما نشير لها مثل الحبق مثلا، هو من النباتات الصيفية الحلوة، نتمتع بجمال المنظر ونتمتع بجمال الريحة، وفيه فوائد بعض الناس ممكن أن تحطه على السلطات، هو مادة يعني من النباتات الأحيان المأكولة اللي معروف منه هو الريحان، يعني نبات صحيح. الريحان في عندنا مثلا نبات العطرة كمان من النباتات الحلوة وذات الرائحة الجميلة، نبات إكليل الجبل، هذه النباتات كلياتها بتضيف منظر جمالي. تمام. وبتضيف فائدة. قبل ما نختم بس في سؤال صغير حابة أسألك عنه، يمكن هلا كلهم عم يبيعوا مثل الشتلات اللي بتطلع البردقان الصغير، الفليفلة الصغيرة، عم نشوف كثير هدول القصص، البندورة الكرزية. نعم. هلا هدول آمنين لأكلهم ولهم طريقة معينة؟ هل صحيح بتعطي؟ يعني في كثير مثل ما قالت سالي انه هي بتعطي، بيقول لك بعد سنه بتعطي في موسم فيك توفري، دائما بنشوف هي الاعلانات لمربة المنزل. صحيح. انه فيك تشتري شجره صغيره، هي القزمه بيسموها. هلا في عندك مثلا الليمون الصغير عم تحكي عليه او الكمكمات، هو من النباتات المدخله لعنا، يعني ما هي من بيئتنا، ما انا بنت البيئه تبعنا، وما فينا نحن نزرعها لاجل انه نحن نوفر، فينا نزرعها لاجل انه نحن نستفاد منها بفتره موسم فينا. موسم مثلا اللي بتعطي انتاج، بتعطي مثلا كمكومات صغيره، خصوصا انه هي ايوه انه الليمونات الصغار، ومنه بنستفاد منها بجمال منظرها، كثير حلوه النبته، خصوصا لما بتعطي الليمونات الصغيره مع الخضار تبعها كثير حلوه. هلا البندوره الكرزيه بندوره موسميه، يعني فينا نزرعها بموسم الصيف يعني تقريبا، لانها هي بدها عنايه خاصه وبدها بيوت بلاستيك اثناء الشتاء وكذا، فما بنقدر ببيوتنا نوفر لها هالشيء هذا. الفليفله الصغيره اللي هي فليفله الزينه، ممكن اذا حبينا الحد كثير وحبينا نتذوق شيء حد زياده عن اللزوم فينا ناكل منها، ما بتاثر ما بتضر ابدا. هي نباتات مثمره يعني وثمارها قابله انه الواحد ياكل، ما بتضر يعني، هي ما بتضر، لكن لا تفضل انه انا استعملها ببيتي بستغني عن شراء الغذاء. لا تعتبر غذاء يومي، هي نبته زينه وعطتني شيء ممكن اذا حبيت اني اتناول شيء صغير منه مثلا. تماما. شكرا.
نشكرك بختام لقائنا لليوم على وجودك معنا، شكرا كثير لك. انا انبسطت معكم كثير وبتمنى المتعه والفائده، وشكرا جزيلا لكم. شرفتينا مدام فيروز، وشكرا لك على هالمعلومات اللي قدمتيها، وكثار مين منا ما بيحب الاخضر والزريعه، شكرا لوجودك معنا.